التماس انه هو طلب يعني هو لان ماهوش حاب يخرج من الميدان، لكن الطبيب تفضل انه المدرب يخرج من المباراه. اليوم اللاعب يبين بلي ماهوش راضي الخروج ديالو اليوم. انا نظن على حسب رايي المدرب غير في الجانب التكتيكي. كره للمولوديري، غازي تبادل مع بصغير، تعود لغازي يحاول طلب الكره، بوغاش في الوسط لقاسم، قاسم ينتظر يلعب كره لبوغاش، هاي التحضير التحضير الممتاز مع شريف يحيى شريف، يحيى شريف والخطا للمشاهدين كثير يحيى شريف، ولكن يستفيد من خطا وكره ثابته للمولوديه. نتمنى ان تخرج المباراه عن اطارها الرياضي. الفعل وردة الفعل، الفعل عادة ما يكون داخل أرضية الميدان، وردة الفعل الفعل عادة ما تكون في المدرجات، ولكن الهدوء الهدوء، الروح الرياضية مطلوبة. خوالد القائد عليك أن تكون مثالا يحتذى به، لا داعي للتوتر والقلق. يحاول أنصار المولودية مساعدة الفريق للعودة في المباراة والنتيجة ربما بهذه الكرة الثابتة. يحيى شريف اللي كان يحوس على التسديدة، حتى المدافعين تاع اتحاد العاصمه قصروا له المساحه، ما خلولوش باش يسدد. حشود في الكره الثالثه بعد مرتين الاولى والثانيه. هذه الفرصه هذه اللي سجل بها الهدف الثاني مع شباب بنكون، شباب بلوزداد، شباب بلوزداد في المنطقه هذه، في هذا الجانب هذه، في هذا المرمى. طبعا هي الكره الثالثه، ويقال عاده الثالثه الثابته، فهل سيتمكن حشود من تثبيت هذه القاعده اليوم بهذه الكره من مسافة قريبة صعبة على الحراس، من مكان مناسب جدا. حشود يحاول، حشود صعبة، وزيماموش على مرتين في المرة الأولى والثانية يتفوق زيماموش. ما كانتش قوية جمال، صحيح لم تكن مركزة، ولكن مخادعة، لأنه عندما ترتطم بالأرض فهي صعبة جدا. صعبة لما تكون لابلوس مش مخا كما نقولوا احنا. ممكن تلعب الكرة بالخطأ من قاسمي، يوصلها لفرحات على الجهة اليمنى، يعود فرحات اللي قائده خوالد، تعود لخوالد، هاي الثلاثية من جانب الاتحاد العرفي في أول كرة دخلت في مكان سكار. هذا كودري، كودري ينقل كرة من هناك، يستلم جديات اللي خوالد شافعي، كرة ممتازة ثلاثية مع فهم بوعزة، محاولة الوصول بالكرة إلى مرمى أو دفاع المولودية مقطوعة من غير